عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا وأحبابنا وأعضائنا في المجمع العراقي في أمريكا وكندا. طبعا بالبداية أحب أشكر جميع الأصدقاء من خلال مشاركاتهم في صفحة المجمع العراقي في أمريكا وكندا. وجه اعتذار إلى جميع الأصدقاء اللي راسلونا وما قدرنا نجاوب عليهم بنفس الوقت. السبب هو الفرق بالوقت بين العراق وبين أمريكا، الفرق تقريبا بيناتنا 9 ساعات، فهذا السبب الرئيسي. لكن نوعدكم إن شاء الله أنه نجاوب على أسئلتكم بالوقت المناسب وبالزمان المناسب إن شاء الله. طبعا صفحتنا هي صفحة تطرح مواضيع اجتماعية فقط وما إلها أي علاقة أو ارتباط منظمات الهجرة وشؤون اللاجئين. احنا نمثل مجموعة من العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. معظمنا طبعا مرينا بتجارب وظروف تشابه إلى حد ما الأسئلة اللي طرحتوها، لكن احنا نقدر نفيدكم من خلال جلب المعلومة الصحيحة من المصدر الصحيح. باكر ان شاء الله حلقتنا راح تكون مختصة بالرد على اسئلة الاصدقاء محمد المقصوصي، منتظر، حمود التميمي، حماد المالكي، مهند، احمد زيونة، محمد عباس، واكو كثير من الاصدقاء. ان شاء الله راح نجاوب على كل اسئلتكم بدون استثناء، وإن شاء الله ما نقصر وياكم.